الله وبركاته. ولاد العمر رجالة، بعد ما شفتوا الفيديو اللي في البرومو بتاع الحلقة، عاوز بس اركز معاكو كده شوية، هسمعكو نفس الفيديو تاني بس بكومنت مني، نقطة الصوت بس كده. بص يا ولاد، في الفيديو ده المفروض ان احنا بنتناقش how to strengthen the comprehension skills، ازاي ان احنا هنقوي مع بعض المهارات الخاصة بسؤال الكمبرينشن او قطعة الفهم. في اساسيات لازم نتعود عليها ان احنا نذاكرها كويس، ناخد بالنا، نعرف نتعامل مع كل جزئية واحنا شغالين. طيب، زي ما في الصورة قدامكم كده، في عندنا الحاجات اللي موجودة واللي احنا لازم نهتم بيها بالراحة كده. ايوة، نقف هنا. بص يا سيدي، اول حاجة هنتكلم عليها الانفيرنس، الاستنتاج. ازاي انا استنتج الاجابة من القطعة بدون ما يكون هو قايلها لي بنفس الكلمات بشكل مباشر؟ ولو لقيت كلمات صعبة في القطعة، مهارة الجيسنج، التخمين عندي عاملة ازاي؟ هل انا بقرأ القطعة وبكمل، لانه كده كده بيكون شارح معاني الكلمات الصعبة زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. الريفرنس لما بيجي يقول لي الضمير ده او الاسم ده او this his عايدين على ايه، بتعرف تتعامل thinking logically، هل بتعرف تفكر بشكل منطقي وبترتب كده الافكار جوه دماغك وبتفيجوالايز locating the main idea، هل بتعرف تحدد الفكرة الرئيسية في القطعة من خلال دراستنا للإساي؟ اكيد انت فاهم ان في حاجة اسمها topic sentence، وده هنتكلم فيه كمان في الفيديو. هل انت بتعرف تطلع السينونيمز من وسط الكلام او الانتونيمز، المرادف والكلمة وعكسها؟ نكمل مع بعض كده الفيديو ونشوف الاستراتيجيات اللي احنا الاول لازم نتكلم فيها قبل ما نبتدي ندرس الكلام ده مع بعض في الملزمة اللي احنا واخدينها في بارت 1 في ريفيجن. الاستراتيجي اللي احنا هندرسها دي هتستخدمها دلوقتي وبعدين، حتى لما تيجي تدرس تويفل او ايلتس او الكلام ده كله، لازم وانت بتتعامل مع جزئية الريدنج تحديدا او الكمبرينشن تحديدا يبقى عندك السكيلز دي. اولا بنسأل نفسنا سؤال صغير، هل الريدنج كمبرينشن سكيلز مهمة؟ important and why؟ وليه؟ والله ده يا مستر اكبر سؤال عليه درجات في الامتحان، بيجي لي 2 passages ب16 درجة. طيب، reading without understanding is a waste of time، القراية بدون فهم ده تضيع للوقت. طيب، علشان لما تيجي تقرأ القطعة وتبقى فاهم، اول حاجة بنقولها دايما دايما لكل الطلبة، scan او skim the questions quickly، لازم تقرأ الاسئلة الاول وتحطها كده في دماغك، visualize them in your memory، كويس كده؟ طيب، ايه كمان لازم اخد بالي مني وانا بتعامل مع الكمبرهنشن؟ you have to fully concentrate so you should use your finger or pen to develop your focus skills while reading. يعني وانت بتقرأ الكمبرهنشن لازم تبقى حاطط قلم كده وماشي على كلمة كلمة وسطر سطر وراعي البنكتويشن، او حط بدل القلم صباعك، مش هتفرق، المهم ان انت تكون معلي الفوكس بتاعك جدا، fully concentrate so you should use your finger open to develop your focus skills while reading. ايه كمان اللي انا لازم اعمله واحنا بنقرا الكومبرهنشن؟ بص يا سيدي، لما تيجي تتعامل مع الكومبرهنشن لازم وانت بتقرا بدايات الكومبرهنشن لازم تكون بتقرا بالراحه، reading the text slowly at the initial stage of reading will help you to grab the idea. ده هيساعدك في ان انت تلاحظ على طول الفكرة الداخلة بتاعته، اللي هو زي ما احنا بنقول كده this is هو بيتكلم على ايه، of the text at an early stage، لان كل القطع بتكتب بنفس الطريقة اللي احنا اتعلمناها في كتابة الإساي، ففيها نفس السكيلز، فدي انت بتركز كده في اول passage عندك او في اول 3 lines او الparagraph بحيث تعرف الفكرة الاساسية ايه. بعد كده حضرتك لازم تعمل ايه غير انك تقرأ ببطء وان انت تكون اكيد مركز، highlight any single point you find important not to miss the key points of the text. يعني كل كلمة تحس وانت بتقرأ انها هتفرق علم عليها لو شايف انها من وجهة نظرك مهمة، علشان يبقى انت ماسك القطعة وما تقعدش تعيد وتزيد وتقرأ تاني كل شوية وترجع فوق تقول انا نسيته.
Read the initials topic of any paragraph to get the main idea. أي paragraph احنا متعلمين ان في حاجة اسمها topic sentence بيقول الفكرة الرئيسية للpassage او للparagraph اللي هو هيكتبه. فقراية الinitial topic بتبقى مهمة جدا. بعد كده في شوية tips هقولها لك خد بالك منها وانت بتتعامل مع الاسئلة. اوكي بص يا سيدي، اولا وانت بتقرأ الاسئلة ليه قلت لك visualize the questions in your memory، حاول ان انت تصور الكلام ده في دماغك كويس جدا جدا علشان لما هتيجي تقرأ الباسج حاول انك تلاقي اجابات الاسئلة التافهة في الاول. Find answers to the WH questions while reading a passage such as who, where, when and why. الحاجات اللي هي مباشرة direct دي، where, when and why, who، دي هتقدر تطلعهم بسهولة. فدي أول حاجة ركز فيها علشان يبقى أنت كده جبت الأسئلة السهلة في القطعة اللي بتيجي بشكل مباشر. نيجي بعد كده نتكلم على تاني تاب أو تاني نصيحة وإحنا بنقول لك إزاي تحل الكومبرهنشن قبل ما ندخل في الفنيات. Try to visualize the passage and remember to retain it. حاول أن أنت تصور الجمل دي تخليها مصورة كده في خيالك. And remember to retain it، وتفتكر ان انت تقدر ترجع الكلام ده في دماغك بسهولة، اربطه ببعضه بشكل صور. اوكي طيب نيجي على التاب التالتة واللي هتكون مهمة جدا 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 بالنسبة لي، اللي هي organize the key information in the passage in acronym form or maybe a flowchart form to avoid wastage of time in the rereading passage أو in rereading the passage. يعني يا جماعة إيه؟ أنا دلوقتي قريت موضوع لقيت أن الموضوع ده مثلا بيتكلم عن the importance of the internet، فأبتدي ألقط كده في دماغي أدي أول حاجة the importance of key أو the importance of the internet، أعملها في شكل acronym يكش رموز. الجملة الأولى بتتكلم كذا، الجملة الثانية بتتكلم بكذا، الجملة الثالثة بتتكلم بكذا. flow chart أو حتى كده إيه ترسم هو العناصر إيه اللي بيتكلم عليها، في فكرة أساسية أو في عناصر فرعية داخلة منها، في main في supporting. flow chart كده حل للقطع. to avoid wastage of time in rereading the passage، إن أنت مش هتقعد كل شوية تدور وتجيب من الأول تاني. flow chart رصيفة كده رسمية زي اللي احنا بنعملها في البرينستورم، دايرة طلع منها عناصر، الدايرة جواها ال thesis أو المين idea اللي بيتكلم عنها، الفلو شارت اللي هي بيبقى طالع منها المين والسبورتنج الأفكار الرئيسية والسبورتنج كلمة كده كلمة عشان تبقى مرتب معلوماتك. دي أهم حاجة عندي عشان مشكلتكم إن أنت بتقرأ وتنسى بتقرأ وتنسى عشان تبقى تفضل رابط الدنيا ببعضها. النقطة الرابعة focus on the questions asked to test your comprehension skills because لأن if you comprehend the meaning of the questions wrong then there is no possibility of getting the answer correct. لو فهمت السؤال غلط الإجابة أوتوماتيك هتبقى غلط. فعلشان كده ركز في السؤال وانت بتقرأ، وقرأ السؤال مرة واثنين وتلاتة لغاية ما تتأكد ان انت فهمت صح، ما تبقاش ما فهمتش السؤال ويلا دينا بنعجن. هي مش طلبة تضيع وقت، عشان كده في طلبة بتطلع تصرخ. هو الشطارة دايما في امتحان مع الكومبرهنشن سكيلز ان انت بتوصل للإجابة بأسرع وقت ممكن، فلازم تستخدم المهارات دي. نيجي بعد كده يا جماعة غير مهارة فهم السؤال، النقطة الخامسة او النصيحة الخامسة اللي انت لازم تلتزم بها جدا. If you have a weak memory then there is no need to panic. مفيش اي داعي للذعر لو انت حسيت ان انت الميموري عندك ضعيفة ومش هتعرف تربط، because it's not the entire passage which you need to remember. انت مش محتاج يبني تبقى كل القطعة في دماغك، انت بتدور على اجابات اسئلة بعينها. only that question asked for evaluating your comprehension skills. ركز ان انت تجيب اجابة السؤال. عشان كده الناس اللي بتركز دايما في difficult vocab بنقعد نتريق عليهم من تعبيط يا ابني ما تقرأ. انت ليه مركز على ان القطعة مليانة او فيها من وجهة نظر خمس ست كلمات صعبين؟ وللأسف هفاجئك ان من مهارات الكومبرهنشن الاساسية، خليها شوية نقول لك الثلاث حاجات دول بعدين. المهم نيجي للتاب السادسة، والتاب السادسة ديت برضو بالنسبة للطلبة اللي هي سريعة الارتباك. If you are able to retain the questions asked in your mind, it gets much easier to comprehend their answers while reading the passage بالراحة. لو انت قادر ان انت
تفتكر ومركز وحاطط الأسئلة في دماغك اللي اتسألت في عقل، يعني حطت الأسئلة دي جوه دماغك، بيكون أسهل لك جدا جدا إنك تفهم الإجابات بسرعة. وأنت بتقرأ المسج بتعرف تبقى عامل زي الصياد الشاطر كده، تك تخطفها على طول. The questions are retained in your subconscious mind. لأن الإجابات دي بتبقى ردود على الأسئلة اللي جوه دماغك. Are reading the passage and thus you immediately pause. وبتلاقي نفسك قمت واقف كده أوتوماتيك. Are reading a passage as reading a passage as soon as you find an answer to a question naturally. لأنك لقيت الإجابة. أنا كنت حاطط في دماغي سؤال، ببص لقيت اللي بقراه هو إجابته، طب أهو. فبتلاقي نفسك قمت يعني واقف وبتختار. فمهم جدا جدا ان انت تكون حاطط الاسئله جوه دماغك، ودي مش هزار. تمام، نيجي على التيب السابعه والاخيره، ودي اللي انا كنت بقول لكم التلات نقط اللي مهمين. ايه هم بقى يا سيدي؟ علشان اي حد فينا يبقى شاطر في الاساي او سوري في الكومبرينشن ويبقى جامد مع نفسه، حضرتك لازم بمنتهى البساطه يكون عندك فوكاب عالية على قد ما نقدر. كل ما بتكون الفوكاب كتيرة كل ما الدنيا بتبقى ألطف، كل ما الكونسنتريشن بتاعك كان كويس جدا كل ما الدنيا كانت ألطف، كل ما كان عندك قدرة على السبيد ريدنج كل ما بتبقى أشطر. وبتبتدي تتدرب ان انت تحل قطعة واثنين وخمسة وستة، هتلاقي الدنيا بالنسبة لك بقت ألطف حاجة في الكون. طيب، دي الانترودكشن اللي انا او التابس اوف ادفايس اللي انا بقولها لك قبل ما نبتدي نتكلم في الجزئية بتاعت الكومبرهنشن اللي موجودة عندنا في الملزمة. أوكي؟ من واقع الملزمة بتاعتنا في صفحة 107 اللي هي جزء 1 أو بارت 1، هنبص كده هنلاقينا كاتبين comprehension skills أخطر سؤال. أول مهارة عاوزك تركز معايا كويس جدا فيها هي مهارة الانفيرنس أو مهارة الاستدلال. مش ضروري ان انت تلاقي كل اجابات الاسئلة اللي موجودة في القطعة، يعني مش ضرورة تبقى الاجابات كلها موجودة، بس تلاقي دليل على الاجابة الصح، خيط يمسكك الموضوع من اوله. مثلا لما نيجي نقرأ القطعة دي مكتوب فيها ايه؟ Do you know that owls have ears? Owls have ears. In fact, owls have large ears. تأكيد تاني عليه. That are good for listening to night sounds. Owls also have big eyes that see well in the dark. Owls have big wings too. These large wings don't make loud flapping, رفرفة عالية أو أضواء أو سوري ضوضاء لرفرفة عالية when an owl flies after its dinner. Which sentence is most likely true? أي الجمل الأكثر صحة؟ هنلاقي إن الإجابة Owls can quietly hunt for food at night. علشان كده هي عندها good ears وعندها big eyes، بتقدر تشوف بيها في الضلمة، فعشان كده هي بتصطاد بالليل. مش هيقول Owls are thoughtful about other animals، مراعين لشعور الحيوانات الأخرى، ما جابش سيرة الكلام ده. Owls are careless about making noise. Owls like hunting during the day. طب اللي عندهم ده وبيخليهم يركزوا بالليل اكتر، وهو في القطعة قال night sounds وبعد كده قال in the dark، ايه علاقة النهار بالموضوع؟ حاجة تانية كمان خد بالك منها، انك تفهم النص كويس وانت بتقرأ، وده قلناها في الانترو. للبحث عن دلائل ترجح كفة احد الاختيارات هي الطريقة الامثل للوصول للاجابة المناسبة. يعني انت بتقرأ القطعة، ماسك القطع كويس جوه دماغك، فده بيخليك ان انت يبقى سهل عندك تختار. نبص القطعة دي. The camel is a sheep of the desert. These animals are good for carrying people and supplies across hot dry deserts. Camels can go many days without getting thirsty. Camels can also go for a long time without food. اهو السان بوينت ووردز، كلمات المهمة اللي بتديني إجابات لأسئلة معينة بعلم عليها. They live off، بيعيشوا على the fat in their humps when there is no food. We can infer, we can deduce, we can know, we can understand from the passage that، نفهم من قطع إيه؟ The desert has little food or water، علشان كده بنستخدم الكابل الكاميل سوري اللي اسمه a sheep of the desert. طيب
لازم تفكر لوجيكالي بشكل منطقي، مش بختار حل علشان هو شبه الكلمات اللي موجودة في القطع. بلاش هطل، احنا كبار. يعني في السطرين دول بيقول ايه؟ With the violent blowing outside and the rain pouring down, little Adel looked out of the window. بيبص من الشباك. He dropped his kite and began to cry. أسقط الطيارة الورقية بتاعته، بدأ يبكي. We can understand that Adel really wanted to إنه يطير الطيارة. Fly his kite. Adel may think of now. بما أنها بتمطر بره دلوقتي، فعادل ممكن يفكر في إيه؟ Watching TV، مشاهدة التلفزيون. أكيد مش going shopping ولا flying a plane ولا playing football in the desert علشان هي بتمطر بر. تعال بقى نبص كده على إجابات التدريبات بتاعت الإكسرسايز اللي كانت في الملزمة 107 ونركز مع بعض. القطعة الأولى بيقول إيه؟ Mr. David was ready to leave for the day. He kissed his wife and the children goodbye. He gave the dog a pat on the head. طبطبة كده على الدماغ. Then he picked up his briefcase, شنطته, and opened the door. Stepping outside, Mr. David looked up. He put his briefcase over his head. Quickly, he turned around and went back into the house. بيحط الشنطة فوق دماغه ليه؟ وبص لفوق ليه؟ أكيد بتمطر. فلف ودخل البيت تاني. Mr. David went back to, أكيد يجيب حاجة تحميه من المطرة. Get an umbrella. السؤال number 2، بس ركز كده معايا الأول. عادل ran into his house, threw his book bag on the floor, and lay down on the couch. الإحباط ده. After 6 hours of playing Candy Crush, إيه ده؟ He ate some pizza and fell asleep with his feet on his book bag. When Adel came home from school the next day, he was clearly upset. كان مزعج جدا. He threw his rabbit in the garbage can, في سلة المهملات, with lots of loose pieces of trash over it. وحط شوية زبالة كده عشان تداري. As he laid down on the couch, أول ما نام على الكنبة, he yawned, التائب أو التاوب, and picked up his mobile, ورجع مسك الموبايل بتاعه تاني. طب هو عادل is upset وقطع ورمى ليه؟ Because he got bad marks. ده كان في الريبورت. عادل put the report card in a garbage can so that his parents, علشان والدي, wouldn't punish him, لا يعاقبه لما يشوفوا النتيجة. Number 4, عادل's report card. التقرير بتاع عادل was bad because he, التقرير يبقى سيء لما انت تعمل ايه في دراستك. Neglected, اكيد مش respected احترم، ولا paid attention اهتم، ولا enjoyed. افتكر حاجة بقى، الحل بالتشابه مع المعلومات الواردة في القطعة ما بيقديش لحل جيد. زي ما قلنا بعض الاسئلة ملهاش اجابة مباشرة، ولكن يوجد ما يدل عليه. فعشان كده بنقول لك الاستنتاج، وان انت تبقى مركز جدا جدا، وانك تدور على الدليل على صحة اجابتك، مش الاجابة ذاتها من القطعة. انت مش بتاخد كوبي بيست كده، بلاش الطريقة دي. ايه اللي في القطعة بيأكد ان اجابتك مظبوط؟ وده هتلاقيه. مثلا dad called Mona. No answer. Then mom went there, was to the door of Mona's room. She called too. Breakfast is ready, said mom. There was still no answer. بما ان مامتها بتقول لها breakfast is ready، يبقى احنا في اي وقت دلوقتي؟ What time of day is it؟ Morning. What is Mona probably doing؟ واحدة ما بتردش، بابا ينادي، مامتها بتنادي، محدش بيرد، يبقى البنت دي اكيد ايه دلوقتي؟ Sleeping. طب تعالى نبص كده على التدريبات اللي كانت موجودة عندنا في الجزئية دي. Mona held her breath as her teacher returned the math test the class had taken yesterday. رجع لهم الامتحان اللي امتحنوه. Mona hadn't studied very hard or long for the test. ما كانتش ذاكرت. As she spends most of her time memorizing new words and idioms. هي مركزة انها تحفظ كلمات ومصطلحات. هي الجانب اللغوي عندها في ثراء اكتر. Anyway,
She was worried about her grade. كانت قلقانة على الدرجة. As soon as her teacher handed Mona her test, she put her head down on her desk. حطت راسها على الديسك. يا لهوي، يبقى الدرجة ايه؟ ان الواحد يرمي دماغه كده حضرتك على الديسك في علامة على الاستسلام والانهيار. في خبر وحش جاله. We can infer from this passage that Mona received a bad grade on the test. ما ذكرتش، كانت مهتمة بحاجات تانية، حطت دماغها على الديسك، فبعنا كده ان هي جابت درجة وحشة. Mona is likely to be a tour guide in the future. لأنها شاطرة في اللغات. The teacher might ask Mona, مدرس الماث بعد ما ادها الدرجة دي هيطلب منها ايه؟ Pay more attention to math. انها تهتم اكتر بالماث. اكيد مش spend more hours practicing English ولا concentrate on memorizing new words ولا sleep on her desk because he is a math teacher. الاكسرسايز اللي بعده. مجدي sat in the sofa with her head in her palms. Sorry انا اسف، انا قلت مجدي، يا نهار ازرق. Maggie sat in the sofa with her head in her palms. دماغها على ايديها. حد متضايق. She was weeping mournfully. وتبكي بحرقة. And her clothes were disheveled. وهدومها مش مهندمة. In between gasps and sobs. وما بين ترهدات وشهقات من كتر العياط. Sobs. Maggie cried out a name. Oh, Joan, where are you now? She said to herself. And then her cell phone peeped. Her hand ran into her purse. إيديها جريت على محفظتها. يبقى الموبايل فين؟ المحفظة. The text message was from Joan. She opened up the message and read the few words. I only need to get all my clothes back. You can keep the children. Maggie threw her head into her arms and continued crying. What relationship do Joan and Maggie have? واحد بينفصل وما بينهم أطفال. Husband and wife. Okay. Husband and wife. أكيد مش father and son ولا father and daughter ولا customer and salesperson. Husband and wife. Sorry يا جماعة، مش عارف في إيه. Okay. اللي بعده. Maggie was sad. Maggie كانت حزينة because انفصال. سابوا بعض. She and June are breaking up. العلاقة بتنهار. Maggie must have with June. هما بينهاروا ليه؟ العلاقة ما بينهم وحشة ليه؟ أكيد ما بينهم مشاكل. أكيد مش got unwell. العلاقة طيبة ولا played chess، لعبوا شطرنج، ولا sat by the fountain، قعدوا جنب النافورة. They had some problems. تاني مهارة من الورقة التالتة اللي هي مهارة التخمين. وخد بالك يا حبيب قلبي، دي أكتر حاجة بتتعبكو أو بتضايقكو وانتو مع توتر الامتحان، ما بتحبوش تركزوا فيها. وإحنا قلنا أول شرط عشان تحل الكومبرينشن بشكل سليم إن أنت لازم تكون fully concentrated. بص يا سيدي، من الطبيعي إنك تلاقي كلمات صعبة جوه القطاع، بس الكلمات الصعبة اللي أنت شايفها دي مش كلها بتبقى بتأثر على المعنى. لو حذفتها من قطع ممكن تلاقي ان القطع ماشية، ما فيش معك مشاكل كمان. والكلمات الصعبة الباقية بيبقى اللي بكاتب القطع او اللي بيحط الامتحان حريص ان هو يوفر لها شرح يبين معناها. يعني مثلا The surface of Africa consists mainly of plateaus or very large high flat areas although these occur at different levels. طبعا انت هنا الشرح بتاعها اللي هي اسطح مستوية عالية كبيرة جدا اللي هي الهضاب. Camouflage or protective coloring helps the animal hide. بيساعد الحيوان على التخفي، اللي هو البروتكتيف كولرنج، ان انت تتلون بلون عشان الحمايه، ده اسمه الكاموفلاج. فانا فهمت ان ده التمويه. حتى لو ما جاش في دماغي فهمت ضمنيا ان لما الحيوان يغير لونه علشان يحمي نفسه ده اسمه كاموفلاج. ما جبتلهاش لفظ يا سيدي بالعربي مباشر، انت عارفه. He separated the sharp knives from the blunt ones. طيب هو فصل السكاكين الشارب الحادة عن ال blunt ones، يبقى أكيد هنا بيديني ال opposite عن ال الغير حادة. The water is pretty shallow around here but be careful around the other end of the pool where it's deep. يبقى هنا shallow معناها not deep. Networks allow users to benefit from lots of apps
such as Facebook, Instagram, حتى لو انت مش عارف apps فتفهمت انها تطبيقات. Since she retired from her job, she has developed new avocations. For example, she enjoys internet, going to the cinema and reading. يبقى avocations هنا بتديني activities, أنشطة, هوايات, ممكن تديني أفعال, تصرفات, حاجات بتعملها عشان تخرج من المود. أهو, since she retired from her job, she has developed new avocations, new activities, هوايات جديدة. Your plan looks good. خطتك تمام. I hope it will really work. It's time to implement it and see if it's as brilliant as you claim. إذا كانت خطة ذكية زي ما أنت بتقول. It's time to implement it. It's time to do it. To carry it out. To implement it. ينفذها. طيب تعالى بقى نشوف الموضوع ده بتاع الجيسنج. بيقول لي إيه؟ في أول قطعة. ونصيحة زي ما قلنا, فكر الأول قبل ما تقرأ معايا. They were laughing about the new law, but they all, but يعني في حالة حصلت فيها تناقض, they all began to sob when they realized it would affect them badly too. يبقى هنا sob هتديني automatic على طول cry. To keep healthy, people need to be active. علشان الناس تفضل بصحة كويسة محتاج انها تكون نشيطة. If they remain stagnant, it could result in loss of vitality and health. خسارة في الصحة والحيوية. يبقى الناس لو فضلت كسالة يبقى stagnant automatic أخمنها كده إنها lazy. Number three, I believe that if you lower taxes so that people can keep more of the money they earn, it will be an incentive for them to work harder. سيب لهم شوية يا أخي, خفض الضرائب عليهم عشان يبقى ده incentive إنهم يشتغلوا أكتر. A reason to do something. حافز. Four. A wonderful 70-year-old woman is working day and night to prepare ready-made clothes. 70-year-old woman is working day and night. And send them as gifts for the orphans. يا حيني. What a selfless person she is. يا لا من شخص مضحي مش أناني. Cares more about others than herself. Farmers labor 12 hours a day. Work 12 hours a day. بين قوي. And never have time for a vacation. وما عندهمش وقت للأجازات. This is unfair. Everyone should have at least one day a week for rest. تعالى في exercise كمان نجس the meaning of the words in bold and choose the best answer. أول سؤال بيقول The snake slithered through the grass trying to hunt its prey. التعبان إيه في العشب بيحاول إن هو يصطاد فرسته؟ نام ولا أكل ولا استرخى؟ ما هيسترخي وأنا هصطاد, صعبة. Moved through the grass. The tiger's roar. Milk the tiger. Sorry, جماعة. The tiger's roar could be heard in villages far away. What does roar probably mean? A sound or a tiger. A sound, sorry, a tiger makes. الصوت اللي بيعمله. التايجر اللي هو الزئير. Number three. You can trust the salesman at the store because they always conduct business. بيديروا العمل, بيتصرفوا في شؤون العمل in an above board manner. هنا كلمة above board. أنا هثق في الناس لأن هما إيه؟ السلوك بتاعهم إيه؟ Dishonest, horrible, unusual ولا honest؟ لا honest. أمين. Number four. Our new alarm system, نظام الإنذار أو التحذير, will wake up us all if an intruder gets in the house at night. Intruder gets in the house, okay. Stranger gets in the house. عشان كده الألارم سيستم هيرن. An intruder is someone who intrudes. To intrude is to enter while you are uninvited. أنت مش مدعو, أنت مش من أهل البيت, أنت دخيل, تمام؟ فانتر while you are uninvited.
Number five, if you don't curtail your spending, curtail your spending, تقلل تزود, أنا مش عارف لسه نكمل إيه, you will be broke, هتبقى مفلس in no time at all. Which word is a synonym of curtail? Reduce, أكيد. أنت لو مقيف المصاريف هتفلس, لو مقللتش مش هتتبع, مش هتشتري, مش هترفع. My absent-minded teacher loses his keys, his book and his chalk almost every day. على طول مضيع حاجته. معنى كده ان هو not paying attention, مش مركز, ما بيديش اهتمام للحاجة اللي معاه. Number seven, if your plan fails, لو خطتك فشلت, we will have to find someone, مضطرين نلاقي حد who can devise a better way, يبتكر طريقة أفضل. طبعا devise اللي هي create أو design another way better. Number eight, no matter what happens, مش مهم اللي بيحصل, I assure you that I won't forget what you have done for me. أنا بأكد لك إني مش هنسى, أنا بوعدك إني مش هنسى. ده المعنى الأقرب ليها هنا, مش يهدد ولا يتصرف ولا يفصل. Number nine, Petra has so many friends because she is a gregarious person. طبعا هي عندها صحاب لأنها gregarious person. أكيد مش ashamed, خزيانة ولا خجولة ولا وقحة. أكيد اللي عنده أصحاب كتير دوت هيكون شخص friendly. Number 10. I can't believe it. Right in the middle of our conversation, Peter turned around abruptly, suddenly, and walked out of the room. What does abruptly probably mean? تاني, I can't believe it. Right in the middle of our conversation, Peter turned around abruptly and walked out of the room. Suddenly, without notice. لفوا أم مشوا خارج. 11. When Sarah was sick, her voice was almost inaudible. كان صوتها مش مسموع. We couldn't hear what she was trying to say clearly. What does inaudible probably mean? Very soft, hard to hear. معظم الموضوع بتاع الجيسنج بيبقى في السينونيمز والانتونيمز, وده احنا عاملين له فقره لوحده في الاخر. The hill was too arduous for us to climb. We had to walk our bicycles up the hill. يعني الموضوع كان متعب. What does arduous probably mean? Tall and sharp? لا. Easy? لا. Difficult and steep? طب نبص كده. The hill was too arduous for us to climb. We had to walk our bicycles up the hill. أصل difficult وستيب يعني كان شديد الانحدار, بيقول لك أصل هم climb طلعوا. فالإجابة الأقرب هتبقى fun and exciting. نيجي للسؤال والنقطة المهمة اللي هو الريفرنس, إن هو يجيب لك ضمير زي ويقول لك الضمير ده راجع على إيه. لازم في الوقت ده حضرتك تقرأ الجملة اللي قبله كويس وتركز, هل الضمير ده مفرد ولا جمع, هل هو subject ولا object, هل هو male ولا female, مهم جدا. تعال نقرأ كده أمثلة. When social scientists study families, they, اللي هم العلماء, find that they have different shapes and sizes. يبقى هنا they التانية راجع على families. لازم الاسم الخاص بالإشارة يتحط مكان الضمير وتأكد من الحل. ركز في المعنى. When most students think of libraries, they think of books. The students think of books. However, there are many library services and there are types of students who use them. الطلبة بتستخدمهم, اللي هم مين؟ many library services, الخدمات. فعشان كده بيقول, when most people think of libraries, students think of books. However, there are as many, هنا قصده على students, والتانية زي ما قلنا library services راجع عليها. طيب, الاسم المستخدم بدلا من الضمير احيانا بيكون في الفقره بعد الضمير مش قبله, فعشان كده بنقول لك ده بنقرا جملتين قبل وجمله بعد. No matter whether it is young or old, large or small, traditional or modern, every family has a special way of dealing with domestic problems.
طبعا هنا it راجع على مين. No matter whether it's young or old, large or small, traditional or modern, every family has a special way. يبقى هنا راجع على الفاميلي بتمثل العيلة ككيان. هنا بقى تعالى نبص في الاكسرسايز. What do the words in bold refer to? Jane thought that space exploration was a waste of money. And Martin, her husband, thought the same. She refers to Jane. The same refers to the idea, الفكرة, that space exploration was a waste of money. التانية, successful language learners find people who speak the language and they ask them to correct them when they make mistakes. The first, اللي هي, they ask them, اللهم learners, ask them, عايدة على the people, to correct them, to correct the learners, when they make mistakes. مين اللي هيرتكب الأخطاء؟ The learners. 3. In June 1967, our army was defeated in Sinai. I can't understand why we were defeated, or the army was defeated. يبقى why رجع على the idea or the question or the news that the army was defeated in Sinai. But it was able to take revenge. It دي رجع على the army or our army to take revenge in 1973, and we, the Egyptians, احنا المصريين, يبقى ويرجع على Egyptians, restored it, استعدناها اللي هي رجع على Sinai. Number 4. Last August, we spent our holiday with our relatives in their village. It was the best, اللي هو كان الأفضل ever had there. Our holiday, it was the best. Our holiday was the best we ever had there. تمام؟ there هناك رجع على إيه؟ in the village أو in the village. Children love cartoons and they, لهم children, can sit for hours with their families watching them, اللي هي رجع على الكارتونز. Mona's life as a young maid, كخادمة, wasn't at all easy. The family daughter mistreated her. بنت العيلة أساءت معاملتها. Which, إيه اللي ضايقها؟ which يدرج على إيه؟ على mistreating her, إساءة المعاملة. Which made her, اللي خلق منى, feel sad and depressed. Mr. Abdullah decided to postpone, to delay, to put off, يأجل, the topper's quiz so that they could prepare for it, for the quiz. Well, this, اللي هو postponing the topper's quiz, made everyone, خلى الكل happy, اللي هم مين؟ مبسوطين, the toppers اللي هيمتحنوا. لا تحتوي القطع على إجابات كل أسئلة ولا توفر حتى دليل على الإجابة. مش دايما ده بيتوفر. في الحالة دي لازم تفكر logically وتكمل من معلوماتك العامة وتبتدي هو عاوز يشوف ثقافتك ايه والواقع اللي انت بتعيشه وبنتخذ ده كدليل احيانا. القطع هنا بتقول ايه؟ Vitamins are very important for good health. One vitamin that you need to have regularly is vitamin C. Okay. انا بتكلم عن vitamins واهمهم vitamin C. ادي حتة ان انا organize the passage. Certain fruits and vegetables are rich in this vitamin. Okay. Some examples are oranges, lemons, and grapefruit, as well as red peppers and tomatoes. Vitamin C can be destroyed by heat. يعني لو سخنت الحاجة بتقتل vitamin C. Number one is another fruit which is rich in vitamin C. كتب لي corn, الذرة. نشويات, carrot, الجزر. Vitamin, okay. في عندي red pepper وعندي kiwi, another fruit. بس الكارت فيجيتابل لو انت هتقول لي فيتامين سي بس الكيوي اللي فاكهه اوكي فهنا بيعتمد على فهمك انت. Number 2, eating food that never contain fruits or vegetables can,
يعني اكل الطعام اللي مفهوش اي فواكه او خضار، يعني مفهوش فيتامينز، ده هيسبب ايه؟ كوز اس هيلث بروبلم، هيسبب لنا مشكله صحيه. لو جه قال لي اتس ا جود ايديا تو، فكره كويسه انك eat only cooked fruits and vegetables. طب ما انت قلت لي فوق ان ده بيدمر الفيتامين. eat only vegetables that have vitamin C، والفواكه حرمة يعني. eat lots of uncooked fruits and vegetables عشان اخد الفيتامين كامل. برافو. تعال على الاكسرسايز هنا بيقول لي read the passage and then choose the best logical answer، ووصل لاكتر اجابة منطقية. ويا ريت اللي ما قراش يرى الاول ويحاول يوصل لاجابة قبل ما يبتدي يكمل معايا. Some kinds of birds fly great distances every year. مسافات طويلة كل سنة. In the fall, في الخريف, they leave their homes in the north and fly thousands of miles south. Then in the spring, they return to the north, to exactly the same place. Scientists don't really know how they do this. They believe that these birds must have some kind of map in their heads. في خريطة في دماغهم هي اللي بتمكنهم ان هم يهاجروا من وإلى الشمال او إلى الجنوب. قطعة تانية. Many scientists including Charles Darwin wondered why we cry tears. What are the biological or evolutionary purpose of tears? الغرض منها. We could just as well cry without any tears falling, but in fact our eyes fill with tears. Scientists have proposed many theories. قدموا نظريات كتير about tears, but none of these theories has been proven. مفيش منها أي نظريات تم إثباتها. So the origin of tears remains a mystery. يبقى أصل فكرة الدموع عند الإنسان لغز. Darwin explained the origin. ما حصلش. There are many reasons for crying with tears. في أسباب كتيرة، هو ما قالش كده في القطعة. Only Darwin studied the origin of tears. قال هو علماء تانية كتير. قطعة التالتة. مستر بس أنا شايف يا مستر إن there are many reasons for crying with tears. في القطعة قال لي كده. خلي تفكيرك منطقي في اللي قدامك. The manager at work is angry with me. ماشي. ليه بس عملت له إيه؟ She says I'm always late. تأخر. She says I have to be in the office before 9 a.m. قبل 9. I can't come at 9:05 and she says I can't go home at 4:50. I can go home only after 5 p.m. She says I can't even go out for the coffee. After drink my coffee. فين بقى الكلام ده؟ اكيد مش في الشارع ولا في مطعم ولا في بيت، اكيد ده in the office. كل الكلام ده in the office. حتة التفكير بشكل منطقي يا جماعة. افتكر دايما ان فهم السؤال ومقارنة الاختيارات منطقيا اهم بكتير من انك تبقى فاهم القطع، يعني اوزن الكلام، عشان ساعات ممكن تختار اختيارات ملهاش علاقة بالواقع او بالمنطق. يعني بص كده، read the passage and then choose the best answer. مكتوب ايه؟ We usually don't think of the night sky as a colorful scene. You don't see much color in fact if you look at the stars with just your eyes. But scientists with a special equipment now have a different picture of what is in the sky at night. A new series of photographs, a new series. سلسلة جديدة من الصور. هتبين ايه؟ هتبين السماء بصورة مختلفة عن اللي احنا متعودين عليها. يبقى number B, all kinds of bright colors in the night sky. Number two, many people are very afraid of snakes. It's true that poison snakes can make you very ill or even kill you. However, very few snakes are poisonous. ده الخبر المفرح في الموضوع. Most snakes are harmless. In fact, they usually are afraid of people. هم اللي بيبقوا خايفين. If you meet a snake in your garden, it will probably slide quickly away. هيجري منك اصلا. القطعة التالتة. It may be possible in the future to choose the sex of your child. إذا كان ذكر أم أنثى. Researchers in France believe that they have found a way to influence the sex of the unborn child. هم شايفين إن هم لقوا طريقة علشان يأثروا على نوع المولود. They say that it depends on what the woman eats in the period before she gets pregnant. في الفترة اللي هي
تحمل فيها. However, other researchers are doubtful about this theory. وناس شايفة ان الكلام ده كلام فارغ وان النظرية دي مشكوك فيها. Zeith say that the process is really much more complex. الموضوع معقد اكتر من كده بكتير, مش الاكل اللي بيحدد. According to these critics, the new theory, النظرية الجديدة دي, doesn't deal with other factors. يعني ما تعملتش مع عوامل تانية, الكروموسومز بتاعت الناس, الاكس واي, العوامل الجينية. ايه يا جدعان اللي انتوا بتقولوه ده؟ Number four, long before there were airplanes, قبل ما يبقى فيه طيارات, people wanted to be able to fly. Early scientists started bird wings to see how they worked. Then they tried to build wings of feathers, but when they actually tried to fly, they never stayed up for long. ما فضلوش طايرين لمدة. أصل هو لو قلت fell to the ground, هو بيقولك never يا بي. Number five, look at this place. Did you have a party last night? There are bottles and glasses on all the tables. There is food on the armchairs and on the floor. I'm going out for a few minutes. When I come back in a short time, I don't want to see the things. أشوف الحاجات المرمية دي اللي انت سايبها بعد حفلتك. لم اللي انت عملته والمصايب دي كلها. 6. Some people like to eat many sweets. Their favorite foods are sweets. They eat lots of ice cream, cake and cookies. They don't eat much fruit or vegetables. These people are often fat and unhealthy. Sometimes they get very sick. Sweets aren't good for people. بعد كده نيجي على الجزئية بتاعت locating the main idea. لكل قطعة فكرة رئيسية بيدور حواليها الموضوع. الفكرة الرئيسية بتحتوي على عنوان الموضوع والنقط المحددة اللي بيتم مناقشتها في الموضوع. مش ضروري ان الفكرة الرئيسية تبقى مذكورة بالنص في اول القطعة, ممكن توصلها بعد ما تقرأ سطرين ثلاثة. فعشان كده بنقول لك التركيز مهم. القطعة دي لطيفة وسهلة. Rosa Parks was an African American woman who worked hard as in a department store in the early 1960s. One day, tired from work, she refused to give up her seat on a bus in the state of Alabama and became a national hero. قالت لا مش قايمة. She was arrested and placed in prison for her refusal to move to the back of the bus where African Americans were forced to sit on those days. عنصرية. The way she was treated attracted national attention. Some people say her refusal to give up her seat launched the civil rights movement. Rosa Parks proved that one brave person can make a difference. What is the topic of the passage? Rosa Parks. البنت هي الفكرة الرئيسية, مش حقوق المدنية ولا الناس الشجاعة, لأنها بنتكلم جاست على شخص واحد. What is the idea of the passage? أو بطريقة تانية, What does the author want you to know about the topic? المؤلف عاوزك تعرف إيه بخصوص القطعة. إن brave people can make a difference, زي روزا باركس لما وقفت وقالت لي قوانين ظلمة لا. Which sentence contains the main idea? الفكرة الرئيسية اللي هي روزا باركس proved that one brave person can make a difference في الجملة الأخيرة السادسة. طيب لو جالي exercise بيقول لي read the passage and answer the questions, ده بيقول إيه؟ Can you name the planets, الكواكب in our solar system? Mercury is one of them. Like the other planets, Mercury moves in an orbit around the sun. Mercury travels faster than the other planets. It speeds along at about 107,000 miles an hour. Mercury is the planet closest to the sun. هو الكوكب الأقرب للشمس. كوكب ايه ده؟ عطارد. Its days are very hot. And its nights are very cold. There is no water on Mercury. The best title for the passage would be The Planet Mercury. كل الموضوع بيدور حواليه. The main idea of the passage is what the planet Mercury is like. لأن كل ده قاعد يوصف لي فيه. تمام؟ بيوصف لي في الكوكب نفسه. It orbits. Mercury travels. Is the planet closest. تمام؟ There is no water on Mercury.
نكمل مع بعض برضو تحديد الفكرة الرئيسية. Horses are often helpers of humans. In some communities, في بعض المجتمعات, the police ride horses to control large crowds. علشان يسيطروا على الحشود الكبيرة. Cowboys use horses to help round up herds of cattle. يرعوا الماشية بتاعتهم. In some countries, farmers still use horses to pull plows or wagons. People also use horses to carry them from place to place. يبقى the best title for the passage would be Helpful Horses. الخيول المتعاونة. The main idea of the passage is the different jobs that horses can do. احنا شفنا اكتر من وظيفة. قلنا في عندنا the police وفي عندنا the cowboys وفي عندنا farmers وفي عندنا list of people also use horses to carry them from place to place. طيب قطعة number B أو السؤال sorry number B. Many popular sayings are about dogs. Have you ever been in the dog house? That means you are in trouble. تاني في أمثال شعبية كتير عن الكلاب. هل انت عمرك كنت in the dog house؟ ده معناه ان انت in trouble. If you are sick as dog, you don't feel very well. If you are dog tired, you are really exhausted. Someone who is the top dog is the one in charge, المسؤول. What do people say when it's raining very hard? They often claim that it's raining cats and dogs. The best title for the passage would be Colorful Sayings Using Dogs. Okay? المقولات اللي بتتقال باستخدام الكلاب. The main idea of the passage is common sayings, الأقوال الشائعة, with dog in them. Number C, بنقول, Some people think your handwriting tells something about you. خطك بيكشف حياتك. They say that up and down writing shows a calm, logical person. Is that you? Writing that slants a little to the right, اللي بيميل اليمين شوية, means someone is outgoing, متفتح. If writing slants a lot to the right, the person is very friendly. What about writing that slants to the left? Someone who writes this way, rather quiet, بيكون أهدى اللي بيكتب ناحية الشمال شوية. The best title for the passage would be The Meaning of Handwriting, معنى الكتابة. إيه اللي إحنا بنقدر نفهمه من طريقة كتابة الشخص, مش how to become a writer ولا left-handed people ولا writing to the right. The main idea of the passage is what handwriting tells about people. Passage number D. The year was 1850. The place was New York City. A gentleman was in his way to a wedding. He was all dressed up. However, it had just rained. مطرت وهو في أشيك شكل. And the streets were muddy. والشوارع مليئة بالطين. The man turned up the bottoms of his pants, شمر رجليه, to keep them clean at the wedding. He forgot to turn them down. That's how the fashion for cuffs on pants got started. ودي الطريقة اللي ابتدى بيها التنهات أو التشميرات من تحت البنطلون الشمر من تحت ابتدت. The best title for the passage would be How Cuffs Turned Up. ازاي ظهرت فكرة الكوفز أو تشمير الهدوم. The main idea of the passage is keeping your clothes clean. طيب أوكي, نيجي على الجزئية بتاعت المترادفات اللي من ألطف الأجزاء. وهنا بنفهم من خلال القطعة الكلمة اللي تدي نفس المعنى. يعني القطعة دي كلها قريناها جوه السنتر. مكتوبة إيه؟ The roses found in the tombs are thought to be the oldest preserved flowers ever found in the entire world. في العالم كله. They must have been cut and dried before opening to remain in a good condition. On careful examination, it was discovered that the petals themselves were hardly damaged. Hardly بتدين نفي, يبقى not damaged, يعني undamaged. عشان لما يجي يقول لي الكلام ده ايه. طب تعال نقرأ القطعة وبعد ما نقرأها نبتدي نشوف الإجابات كانت إيه. طبعا أنت لازم هتقرأ معايا الباسج الأول وتكون مجاوب إجاباتك ومجهزها علشان لما تيجي تصحح معايا. A long time ago,
people didn't sleep in beds. 10,000 years ago, people probably slept on leaves and animal furs. Long ago in Egypt, people ate, slept, and talked to friends in bed. Over 3,000 years ago, King Tut of Egypt had a beautiful bed made of wood and gold. But common people, ordinary people in Egypt, slept on beds of grass and leaves. In the 16th century, قرن 100 سنة, 100 years, in the 15th, people piled birds' feathers, straw, on robe webs. Later, people made mattress by stuffing feathers. مخدات يعني. Mats filled with something soft. Inside large cotton bags, Louis XIV, King of France, had 413 beds. He liked to talk to his friends and do his work in bed. He liked beautiful beds. In 1865, people started to put springs, اللي هي السوسة الحديدية, under the mat, اللي هي بنقول عليها, هنجيبها دلوقتي. Water beds are the ones that are filled with liquid, دي water beds. Water beds, دي كلمة spring اهي, as used in the passage, is a kind of metal, سوسة. Okay, نرجع نكمل. Under their mattress to make it more flexible, مرنة أكتر, يعني تتني بسهولة أكتر, ده معنى كلمة flexible. This would make it bend and flex when the sleeper moved. By the 1930s, most beds had springs, so set about 100 years after people started to put springs under their mattress, the modern water bed was invented, created, designed. تمام, يبقى كلمة invented معناها made for the first time. وبكده نكون جاوبنا كل الكلمات الغريبة اللي في القطعة. الكلمة وعكسها بنفس المنطق, بس ركز ان انت بتدي العكس بتاعها. يعني احيانا بيكون المطلوب هو العكس مش المرادف. Although I have learned a lot of information through textbooks, it's life experience that has given me real. The best antonym of knowledge is ignorance. عكس المعرفة الجهل. The uses of the radar are countless. يعني لا تعد ولا تحصى. Very many. ده بيبقى فيه سهولة انك تجيبه على طول. Although big cities have great chances for pleasure and work, life in it has many disadvantages. In the first place, it's sometimes difficult to enjoy quietness for a long time because vehicles keep moving all day long till late hour at night. People can usually enjoy quietness in, الناس بتستمتع بالهدوء في أكيد الأماكن الهادية, small village. بعد كده ابتدي اقرأ وهتطلع معايا من القطع الكلمات وعكسها. اقرأ الأول, تعال نقرأ كده مع بعض سوا بقى. The boy was punished for his bad behavior and he couldn't go to play with his friends. Acts punished, rewarded, اتكافئ. The animals at the zoo are tame. They don't cause any harm. يعني بيبقوا حيوانات أليفة ما بسببوش ضرر. فعكس tame wild. They need to swim at the shallow. عكس shallow deep. They were safe by wearing their helmets while riding the bikes. عكس safe dangerous. Okay. Or endangered. معرض للخطر. Valuable قيم. عكسها valueless. عديم القيمة. Smile يبتسم عكسها frown عبوس. Filthy film مش لطيف أو قذر عكسها exciting. Similarities عكسها differences أو جوه الشبه عكسها أو جوه الاختلاف. Guilty اللي هي بمعنى مذنب عكسها innocent بريء. وأخيرا after having concealed the truth of his marriage for long, she knew everything, بعد ما أخفى الحقيقة فعكسها revealed, أوضح الحقيقة. وبكده يا جماعة نكون خلصنا حلقة الكومبرينشن. يا رب تبقى مفيدة بالنسبة لكم. وده يعني حاجة جزء بسيط, بس لازم نحل قطع كتير. وإن شاء الله في الفترة الجاية احنا بنحل امتحانات نبعت قطع كتير, وحاول ان ننزل يوميا كده حتى لو passages صغيرة نتدرب على الكومبرينشن بوجهام.